باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد وإلى ظهر الدهور كلها أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. طبعا أحبائي، أحب أشكر ربنا على الفرصة الجميلة دي أن أكون معاكم، وأحب أشكر أبونا إندراوس وأشكر أيمن اللي دعاني عشان أكون ضيف في الاجتماع بتاع الشهيد ونس. ربنا يا رب يفرحكم ويديكم نعمة ويبارككم. الحقيقة لما أيمن كلمني قعدت أفكر إيه الموضوع اللي ممكن نتكلم فيه، فلقيت ان مفيش اجمل من موضوع ازاي الانسان يكون عايش ابعاد الحياة الروحية كنوع من انواع انه يجد الطريق اللي يوصله للحياة الابدية. في موضوعات كتيرة جدا احبائي تنفعنا، بس اذا ما كانتش الموضوعات دي هتصب في ان احنا نقرب من ربنا ونكون عايشين حياتنا المسيحية بطريقة حكيمة وسليمة عشان يكون انسان الله الكامل ناجح في كل شيء، فتبقى الموضوعات دي ملهاش لازمة. فعشان كده عايز أكلم حضراتكم النهاردة عن موضوع اسمه أبعاد الحياة الروحية. وطبعا في أبعاد الحياة الروحية ديت هنلاقي إنه في أبعاد كتيرة قوي بتحكم الحياة، وبيدخل فيها بعد أساسي خالص، وهو بعد إزاي يتصور المسيح في حياتنا في تعاملاتنا، ويدخل فيها بعد تاني اسمه بعد الحكمة. الآية حبائي اللي احنا هنتكمل في نتأمل فيها تقول كده: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور أمين. الآية دي من أفسس 3:17. نفسي أحبائي أنا وإنتم نتصور ونتغير إلى صورة ربنا يسوع المسيح، ولما نعمل ديت هنبقى بنستعيد الصورة اللي ربنا خلقنا عليها زمان. تخيل مثلا إنه في واحد مهندس وجي صمم حاجة، أو في واحد فنان وجي رسم صورة جميلة قوي، وبعدين الصورة دي حصل فيها لخبطة، حصل إنها باظت. وأكيد الصور ديت كل ما كان الفنان ده مشهور قوي كل ما كانت الصورة ليها قيمة أكتر. فعشان خاطر الصورة باظت وعايزين نرجعها تاني لصورتها الحقيقية من غير ما تفقد قيمتها، بنقول للفنان اللي جه رسمها تعالى صلح لنا الصورة دي. احنا أحبائي كنا مخلوقين على صورة الله، والصورة ديت بالخطية اتلخبطت، وكملنا الله هو اللي خلقنا، فما كانش في طريقة انه نتغير ونتصلح لصورته تاني إلا لما يجي ربنا يسوع المسيح اللي صنعنا في الأول واللي رسمنا على صورته ومثاله، إنه هو نفسه اللي يصلح الصورة دي. وأصبح إن الإنسان اللي عايش مع ربنا كل ما مل المسيح قلبه كل ما الإنسان دوت اتغير إلى صورة المسيح، وكل ما اتغير لصورة المسيح كل ما رجع لأصله وكل ما استرد المكانة المفقودة منه. الطريقة دي أحبائي وكمان احنا بنثق فيها من غير ما نكون شايفين برؤية العيان، لكن بنراها برؤية الروح. فالطريقة دي تعتمد اعتماد كلي على الإيمان. على الرغم انه زمان مثلا كانوا المسيحيين لما حد يقابلهم في الشارع كانوا يعرفوا انه الإنسان ده مسيحي، وكان غير المسيحيين لما يكونوا متجمعين مع بعض وفجأة يلاقوا واحد فيهم كده أخلاقه ابتدت تبقى جميلة وحلوة، فكانوا يقولوا له إن هو رأى واحد مسيحي النهاردة.
لأنه في على وشهم سلام ربنا يسوع المسيح. وأكيد أحبائي السلام ده بيشاع على اللي حوالينا. فإيه هو الإيمان؟ الإيمان هو ثقة بما يرجى وإيقان بأمور لا ترى. أنا مؤمن إن كل ما أقرب لربنا وكل ما ربنا يملأ قلبي بالإيمان، كل ما المسيح هيتصور في حياتي وكل ما ده هيقربني لطريق الحياة الأبدية. أنا مؤمن يعني مصدق من غير ما أشوف، زي ما ناس كتيرة جدا يا أحبائي بتؤمن بوجود الله من غير ما تشوف، وناس تؤمن بوجود الملائكة والقديسين من غير ما تشوف. وإحنا يمكن حتى في الترنيم بتاعتنا بتقول لو المسيح يدينا مرة ويكشف لينا إن إحنا نقدر نشوف الكنيسة بالروح مش بعنينا، هنلاقيها سما جميلة خالص. إحنا برؤى العيان بنشوف أمامنا خبز وخمر، لكن بعين الإيمان بنؤمن وندرك أن هذا هو جسد المسيح ودم. فعشان كده أحبائي امتلاء الله في القلب دوت بيبقى امتلاء بالإيمان، لكن له ملامح وله انعكاسات في حياة الإنسان. طيب ايه الملامح وايه الانعكاس دوت؟ اول شيء احبائي نقول في عندنا حاجة اسمها الايمان الحي الفاعل. بدون ايمان لا يمكن ارضاء ربنا. احنا بنقول الايمان بنى قلبنا واصبح المسيح متصور وحالل بالايمان في قلوبنا. طيب يبان ازاي؟ قال ان المسيح يكون هو العامل والحي فينا، او زي ما بولس الرسول قال احيا لا انا بل المسيح يحيا في. تبان في ايه؟ قالوا تبان في ابعاد الايمان. يقول كده في عندنا ابعاد كتيرة قوي، بس عشان احنا مركزين في الاية ديت، قالت ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم وانتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. فاول شيء احبائي ان الايمان يملأ القلب ان الناس تكون مبنية على اساس المحبة والتقدير والاحترام والمحبة اللي بتبذل. إذا كان المسيح حالل في قلب الإنسان فإن القلب ده يصبح ذبيحة ويصبح مذبح، لأن المسيح يسوع له كل مجد هو اللي جه وقدم ذاته ذبيحة عننا. تصبح المحبة دي باينة في كل تعاملات الإنسان. أنا بس هركز على الحاجات اللي محطوط تحتها خط على الشاشة، وهي حاجة اسمها العرض، الطول، العمق، العلو. هدفنا ايه في الاخر؟ هدفنا ان احنا نمتلئ الى كل ملء الله، ودي حاجة مش هتحصل الا في الحياة الابدية، وتفضل تنمو النفس فيها وهي على الارض لغاية ما تدخل السماء، وبعد ما تدخل السماء تستمر في النمو الى ما لا نهاية. يا ترى ايه المقصود بالطول والعرض والعمق والعلو؟ تعالوا كده نتخيل ان كل واحد فينا هو واقف وفيه في مركزه في القلب بتاعه المسيح يحل بالإيمان في القلب في نقطة، وهنرسم من النقطة ديت أبعاد كتيرة قوي. أول حاجة هنتكلم على بعد اسمه العرض، والعرض دايما يعبر عن كل الناس اللي أتساوى معاها في المكانة، وأتساوى معاها في الطول، وأتساوى معاها في الوجود. عشان كده طالع من القلب شعاع رايح في كل الاتجاهات، بس في اتجاه الناس اللي حواليا، ده العرض. عشان كده الناس مثلا بتوع الانتخابات لما كانوا يقولوا الراجل دوت مغطي مساحة كبيرة من الانتخابات، يقولك له قاعدة عريضة. عريضة يعني ايه؟ عريضة يعني فيها بعد عرضي، ناس كتيرة حواليه بتحبه. ويبقى العرض هو كل الناس المحيطة. طب والطول؟ الطول في الحالة ديت هو خط طالع من قلبي ورايح على السماء، والخط ده هو علاقتي بربنا وعلاقتي بالسمائيات، علاقتي بالقديسين. وكأن أحبائي تبان محبة الله اللي مالية في القلب في العرض، يعني في تعاملاتي مع الناس اللي حواليا، وفي الطول يعني في تعاملاتي مع الله. في العرض يعني في الكنيسة والخدمة، وفي الطول يعني في الحياة الشخصية. في العرض ديت يعني في الشغل وفي المدرسة وفي الغيط وفي الحقل، والطول ديت يعني في المخدع. يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. كل الناس اللي حوالينا أحبائي نقدر نقول نشيل الإنسان كله ونحط مكانه قلب،
لأن صورة الله يحل المسيح بالإيمان في القلب. فنقول أول حاجة، ما هو العرض وما هو الطول؟ العرض هو كل الناس اللي انتوا شايفينهم دول، مجموعة ناس أنا بتعامل معاهم في حياتي، يمكن يكونوا أقرب الناس ليا زي زوج زوجة أخ أخت أب أم، أو ممكن يكونوا ناس في محيط الكنيسة، الأب الكاهن والمحيطين بيا، أو ممكن يكونوا ناس في محيط العمل. طب والطول؟ الطول ده هنعبر عنه بكل الحياة الروحية اللي أنا بعملها في الخفاء، أو الحياة الروحية اللي أنا بعملها حتى في الظاهر. فأصبح الإيمان يا أحبائي كده موجود على العلاقة بتاعة القلب، وأنا بتعامل مع كل الناس اللي حواليا، وأنا بتعامل مع كل الناس في الكنيسة. يعني لو جينا نشوف أحبائي، أول حاجة هنقول حاجة اسمها الإيمان الحي الفاعل. الإيمان الحي الفاعل يعلمنا أنه جميع الذين أعطانيهم الآب لم يهلك منهم أحد. شوفنا ربنا يسوع المسيح في تعاملاته مع القاعدة العريضة، نقول أنه هو كذبيحة سلم ذاته على الصليب من أجل خلاص العالم كله، وهي دي المثل اللي المسيح بيديهولنا النهاردة. وإحنا بنتعامل مع العالم كله، يا ترى بنحب الذين بيحبوننا فقط، ولكن بنحب كل الناس حتى المسيئين والمخطئين؟ إن كان المسيح يحل في قلبك عزيزي، وكل ما ينمو المسيح في قلبك هتلاقي نفسك قلبك يتسع لكل الناس في الحب. إنجيل بيقول إن كنا نحب بس الناس اللي بتحبنا فأي أجر لينا؟ ده الشياطين كمان بيعملوا كده، والعشارين بيعملوا كده. فأنت عزيزي اسأل نفسك في أول بعد من أبعاد الحياة الروحية، يا ترى مشاعرك ايه في اتجاه الناس اللي حواليك؟ يا ترى مشاعرك ايه وانت بتخدم الناس اللي حواليك؟ يا ترى بتختار مثلا في الخدمة انك انت تخدم الناس اللي بتحبك وتقدرك، ولا بتختار في الخدمة انك تخدم الناس اللي قريبة ليك واللي هتنفعك، ولا انت ما بتختارش اصلا؟ ولما تيجي تدور، دور كمان على الناس اللي في البيت، يا ترى انت بتحب ابوك اكتر من امك، ولا امك اكتر من ابوك، ولا اخواتك اكتر من اخواتك، ولا بتحب مراتك اكتر منهم كلهم، ولا بتحب الكل بمحبة كاملة بتنبع كده من محبة ربنا يسوع المسيح؟ يا ترى وانت بتدي اي انسان فقير بتسأل نفسك الانسان ده ديانته ايه؟ ولا انت بتتعامل مع الكل في غنى المسيح ومحبته اللي تشمل الكل؟ فيصبح عندنا احباء ان العرض ده والطول، اول حاجة العرض هي الناس، وتاني حاجة الطول هي الصلوات اللي انا بعملها. المنظر ده احبائي يدينا العرض والطول مع بعض. يعني اذا جينا نقول ايه هو العرض، العرض هو الناس. طب ايه هو الطول؟ الطول هو الكنيسة. المنظر ده يعمل لنا صورة، بس الصورة ديت مكانها مش في القلب، لكن مكانها على الحيطة. وده يعبر عن إنسان المسيحي حتى وإن كان في خدمته، في تعاملاته مع الناس، أو في الكنيسة شماس، أو بيصلي واقف في القداس. لو كان الموضوع بالنسبة له مجرد طول وعرض، أصبح الإنسان ده مجرد صورة، والصورة ديت ما تدخلش السماء. الصورة دي قال عنها المسيح: لهم صورة التقوى ولكن ينكرون فعاليتها. مكانها انها تتعلق على الحيطة. طب الانسان المسيحي محتاج ايه؟ احنا قلنا محتاج طول وعرض، لكن الطول والعرض دول يعملوا لك مجرد منظر خارجي حتى ملوش وزن. انت لو جيت رسمت على الورقة بتاعتك عربية، العربية مرسومة طول وعرض، لكن ما تقدرش تستعملها، فبتبقى محتاج بعد تاني اسمه بعد العمق. ويبقى العمق ده هو اللي بيدي كيان للحاجة. انت عندك طول بتتعامل مع ناس، عندك طول ام سوري بتتعامل مع ربنا، عرض بتتعامل مع ناس. طب ايه البعد؟ البعد ده هو العمق اللي جوه القلب،
العمق ده اللي يخلي الموضوع مش مجرد طول وعرض، لا ده الموضوع له كيان اقدر امسكه بايديا واقدر استعمله. كتير جدا يا احبائي بنهتم بان احنا كلنا اعمال ظاهرة، سواء في الخدمة او في غير الخدمة، سواء مع الناس او مع الكنيسة، لكن اللي ربنا بيحاسب عليه دايما هو العمق. شوف كده يقول: انتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. المحبة ديت محدش شايفها، حتى وان كانت بانت في تعاملات، لكن في ناس كتيرة قوي ممكن يكون قلبها مفهوش محبة وبتعمل اعمال كويسة، والناس ديت ممكن تكون بتدور على اي عائد من العمل الكويس اللي بتعمله، سواء العائد دوت ان الناس تعمل لها سبورت، او العائد ده انه الناس تشوفها وتقول عليها كويس. فيبقى البعد الاساسي هنا هو ايه؟ هو العمق. العمق ده احبائي هو اللي ربنا بيحاسب عليه. شوف كده الانجيل يقول لنا ان الانسان ينظر الى العينين، واما الله فينظر الى القلب. تعالى كده لما نحط شجرة ونزرعها في الارض، بنبقى شايفين الشجرة ديت بجذعها وبفروعها وبأوراقها وبثمارها، لكن ما بنبقاش شايفين العمق، بس بنبقى متأكدين ان العمق ده هو اللي مدي الشجرة الحياة. لما بنيجي نأسس بيت بنبقى حفرين في الأرض وعاملين أساسات، والعمق ده هو اللي شايل البيت فوقيه. محدش بيشوف العمق، محدش بيشوف الأساس، لكن كل ما ارتفع البيت وكان مستقر، كل ما كبرت الشجرة وكانت قوية، كل ما كان في نضارة في الشجرة، كل ما عرفنا انه في عمق حي. عشان كده ربنا يسوع المسيح لما جه يتكلم مثلا عن شجرة التين، لقى ان شجرة التين لها منظر حلو قوي اسمه الورق بتاعها اللي هو الرياء وما شابه ذلك. وبعدين لما لقى ان ما فيهاش ثمر وجيل عنها، يقول ان الشجرة ابتدت تدبل من جذورها، لان هي الموضوع يبتدي دايما في القلب. وانت بتتعامل مع الناس يا عزيزي، ايه اللي يفرق بينك وبين واحد تاني؟ ممكن انت بتعمل خير غيرك بيعمل خير، ده في ناس بتجيب زير مية وتسميه سبيل. اللي يفرق بينك وبين الباقيين يا اعزائي هو ما هو في القلب، انت العمق بتاعك في ايه. ربنا يقوله انه بيه توزن الاعمال، وهو بيشوف بعينيه اللي فيها نار زي ما ظهر في سفر الرؤيا، يشوف ما هو في القلب. مش محتاج حتى ناس تولع له نور، ده هو عينيه تخترقان أستار الظلام. يعني كتير جدا شفنا أحبائي في الكتاب المقدس إزاي ربنا نظر إلى الأعماق وجاز على الأعماق ديت. شوف مثلا لما واحدة تيجي زي الست اللي معاها فلسين وتحطهم من غير ما حد يحس بيها، ويجوا شوية ناس وقاعدين يحطوا آلافات المؤلفة وقدام الناس، الناس كلهم شايفاها، وتلاقي ربنا لما جه يكافئ او لما جه يتكلم او لما جه يحدد مين اللي ادى اكتر من التاني، قال كلمة غريبة خالص. قال: الحق اقول لكم ان هذه المرأة اعطت اكثر من الجميع. واحنا لما نسمع كده نتخيل دايما في ذهننا ان ربنا بيجامل المرأة عشان كانت غلبانة او فقيرة، لكن الحقيقة لا، ما كانش المسيح قال الحق اقول لكم. لما المسيح يقول الحق أقول لكم، يعني بيقول الحق أقول لكم، يعني دي حاجة حقيقية، كأنه بيقول أقسمت بذاتي، لأنه هو نفسه الحق. إيه اللي يخلي واحدة تدي فلسين وناس بتدي قد كده قدام الله يرى الفلسين إن هما أكتر من الآلافات المؤلفة؟ قال إن المرأة كانت في قلبها محبة لربنا، والمحبة ديت خلتها تدي حتى من الأعواز بتاعتها، لكن التانيين بيدوا من أجل مديح. عندهم أعمال سواء مع الناس أو مع الله قدام الناس، هدفها الأساسي هي تمجيد الذات، لكن المرأة اللي أدت الفلسين كانت بتدي من عمق القلب، بينها وبين ربنا عمار قلبها مليان، فرأى الله إنه ما في أعماق النفس حاجة عظيمة جداً، وشاف ربنا ان هو ده اكتر من الجميع. البعد اللي اسمه العمق ده هو ده البعد اللي الله بيحاسب عليه. ياما ناس تيجي في اخر الايام وتقول لربنا:
ان احنا باسمك تنبأنا، وباسمك اخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات، وباسمك عملنا وعملنا وعملنا. ويجي ربنا يقول لهم الحق اقول لكم اني لا اعرفكم، اذهبوا عني يا ملاعين. يقول يا رب ازاي؟ يقول لهم انا معرفكوش. ويا مناس يجي ربنا يقول لهم تعالوا الي يا مباركي ابي، ارثوا الملك المعد ليكم قبل انشاء العالم. انا كنت جعان فاديتوني اكل، وعطشان اديتوني اشرب، مريض فزرتوني. يقول يا ربي احنا ما قابلناكش. يقول لهم لا، كل ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر فبيه قد فعلت. وكانه احنا بنعمل اعمال تمجد الله، في ناس وهي بتعمل العمل بتدور على مجد نفسها، يقول عنهم المسيح الحق اقول لكم استوفوا اجركم. عشان كده في الحالة دي هما اللي بيقولوا ده احنا عملنا. وفي ناس تانية وهي بتعمل عمل قلبها مليان محبة، حتى مش فاكرة انها عملت خير، اهو العمل ده في نظر الله ما يضيعش، لانه في القلب عمق عجيب. حنة ام صموئيل احبائي قالت كلمة جميلة على ربنا في التسبيحة بتاعتها، قالت ان الله به توزن الاعمال، والله محبة. فكأن مقياس اللي ربنا بيقيس عليه، يا ترى العمل صح ولا غلط، يا ترى العمل ناجح ولا لأ، يا ترى العمل يعني يعبر عن عمل عظيم ولا لأ، هو بعد العمق. وانت في عمق العلاقة مع ربنا، ايه اللي جوه القلب؟ يمكن ناخد هنا تطبيق احبائي ونقول، وانت واقف تصلي، يا ترى تصلي ولا ما تصليش؟ طب وانت رايح تدي العشور، تدي ولا ما تديش؟ طب وانت رايح تخدم، تخدم ولا ما تخدمش؟ طب وانت رايح تفتقد، تفتقد ولا ما تفتقدش؟ كل الاسئلة دي احبائي يرد عنها سؤال واحد، يا ترى ايه اللي بتترجاه من العمل؟ ايه هو بعد العمق في العمل بتاعك؟ ان كان البعد ده مفيش عمق، مفيش حب، مفيش خفاء، فاقولك ما تعملش العمل. او اقولك اعمل العمل بس بعد ما تغير العمق، عشان تبقى انت المستفيد. يا ما ناس ابتدت تخدم وبعد ما خدمت حست انها مسؤولة كبيرة في الخدمة، ودورت على مجد شخصي، وبعد شوية لقينا العمل بتاعها بقى مجرد خدمة وخلاص. ويا ما ناس بتخدم من قلب مليان حب، والله يكافئ عملها. الناصح يا أحبائي يقعد يفتش كل يوم في أعماله، في أعماقه، في حبه، ويغير كل حاجة إنها تكون مصبوغة بمحبة كاملة في القلب لربنا. قديس أغسطينوس يقول كده، يقول طوبى لمن يسهر الليالي يفتش طوبه ودموعه. طيب احنا كده اتكلمنا عن العرض والطول والعمق، يجي بعد تاني أحبائي اسمه العلو. ايه هو العلو؟ قالوا العلو ده هو المكانة اللي انا ما بتدخلش فيها، بس المكانة اللي بتاخد وقت في النمو. يعني ايه؟ تخيل معايا عزيزي، مثلا انت النهاردة واقف شجرة مثلا صغيرة، بس موجود فوق جبل، وفي شجرة تاني كبيرة بس موجودة تحت خالص. يا ترى ايه اللي يفرق بين الشجرتين دول في العلو والمكانة؟ قالوا الشجرة الصغيرة عشان واقفة فوق جبل فباينة كأنها أعلى بكتير قوي، والشجرة الكبيرة عشان واقفة تحت الجبل باينة إنها صغيرة. فأصبح العلو ده هو شيء أنا ماليش دخل فيه، بس أنا متكل عليه وأنا مسنود عليه. يا ترى أنت في حياتك يا عزيزي بتتسند على مين؟ ممكن انسان يتسند على ماله، وممكن انسان يتسند على جاهه، ممكن انسان يتسند على سلطانه، ممكن انسان يتسند على علاقاته، ممكن انسان يعمل علاقات مع معارف. كل الحاجات ديت عبارة عن علو، بس علو يعني ملوش ارتفاع خالص. وفي انسان تاني يتكل على غنى نعمة ربنا، في إنسان يتكل على المكانة العالية اللي ربنا عايز يرفعه ليها لما ترتبط حياته بالقديسين، في إنسان تاني يتكل على كلمات الله في الكتاب المقدس، وفي إنسان يتكل على وعود الله. هو إيه اللي بيخلي إنسان يا أحبائي في ظروف مثلا زي الظروف اللي احنا فيها ديت، إنسان يكون فرحان وإنسان يكون حزين؟
الإنسان الفرحان هو إنسان عامل لنفسه جبل من وعود ربنا، يسمع وعد ربنا كل يوم يقول له لا تخف لأني أنا معك، يقول له أحفظك أحرسك أحميك. تلاقي نفسك بتتكلم مع أصدقاء ليك في الكنيسة ليهم نفس الظروف، بس واحد فيهم حاسس إن هو فوق جبل، واحد تاني حاسس إن هو تحت الأرض. إيه السبب؟ اللي فوق جبل ده متحصن بوعود الله مسنود عليها. في واحد يكون مثلا متكل على أقوال القديسين ومتكل على سير القديسين، فحس إن هو قاعد فوق جبل عالي. في ناس ممكن تكون ليها نفس الوقت في الخدمة ونفس الوقت في حضور القداسات، بس يقفوا كمان على جبل اسمه جبل التسبيح، يكونوا مثلا متمتعين بتسبيح ربنا في البيت بحضور تسبيحة نص الليل اللي قالوا عنها الآباء القديسين إن هي فرش المذبح. فييجوا الاتنين يحضروا القداس، واحد داخل القداس وهو واقف على جبل عالي اسمه تسبيحة نص الليل، واحد تاني جاي دوبك لسه هيبتدي القداس. الاتنين ليهم نفس الطول ويمكن ليهم نفس العرض، بس طبعا العلو ده حاجة تانية خالص. وممكن يا أحبائي يكون العلو برضو هو الدرجة اللي ربنا يديها للإنسان عشان يميزه مثلا من خلال المواهب الروحية. محدش فينا له فضل في أي موهبة، سواء الموهبة دي كانت زي البابا كيرلس كده المعجزات إخراج الشياطين، أو سواء كانت الموهبة دي زي البابا شنودة في الوعظ والتعليم، أو كانت الموهبة دي زي قداسة البابا طوادرس في التدبير والإدارة والحكمة والتنظيم. فيبقى كل واحد من آبائنا القديسين دول له مكانة عالية يمكن هو نفسه ملوش فضل فيها، لكن هي علو الله ادهوله من أجل خدمة الكنيسة. فما هو الطول، ما هو العرض، ما هو العمق، ما هو العلو؟ دي أبعاد للحياة المسيحية. لما يحل المسيح بالإيمان في قلبك تلاقي إن أعمالك مع الناس كلها محبة، وأعمالك في الكنيسة كلها تضحية، وإنت في البيت بتنسكب في عمق الحب أمام الله في المخدع، وتلاقي ربنا معضدك بسحابة من القديسين، أو تلاقي ربنا مديلك مواهب الروح، أو تلاقي ربنا مديلك وعود جميلة وعجيبة، أو تلاقي ربنا شايلك كده فوق جبل عالي، زي بالظبط ما تكون محفوظ بإيدين ربنا المالئ الكل. فتلاقي إن المسيح اكمنه هو مالئ الكل، هو مكانته عالية، كل ما قلبك امتلأ بسكن المسيح تلاقي نفسك انت كمان ترتفع إلى حيث المسيح جالس. بالظبط بالظبط عاملة زي ما تكون راكب طيارة وانت موجود على الأرض، انت ليك وزنك وليك تقلك وليك أبعادك، بس فجأة بتلاقي نفسك يقولك تعالى نركبك طيارة، تلاقي الطيارة طلعت بيك فوق خالص. انت وانت قاعد في الطيارة يمكن مش حاسس انك انت اتغيرت، لكن كل الناس اللي حواليك حاسين انك انت ارتفعت. وده جمال المسيح لما يسكن في القلب احبائي، يرفعك مكانة عالية قوي 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 من غير ما انت تكون حاسس، بس كل اللي حواليك يكونوا حاسين. عشان كده الآية جت بعد كده قالت والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. الله أحبائي هو القادر إن هو يحل بالإيمان في قلوبنا وفي قلوبكم، ويدينا ويديكم يا رب كده المحبة إن المسيح يملى القلب. أسيبكم بس أحبائي مع تدريب صغير خالص نفسي تتعلموه، وهو تدريب حينما يملأ المسيح القلب ايه اللي ممكن يحصل للإنسان. احنا قلنا في تغيرات في التعاملات مع الناس، في تغيرات في الصلاة، في تغيرات في الحب، وفي تغيرات في الرقي والارتفاع. طب تعالوا نعمل تجربة مع بعض، تعالوا نبص كده ايه اهم عضو في القصة دي كلها. قلنا انه اهم عضو هو القلب. طب القلب دوت عشان يكون ناضج وحي وفاعل لازم المسيح يكون مليه، والمسيح لما يملى القلب أحبائي تلاقوا القلب كده طول الوقت مش ساكت عن سواء الخدمة أو الوعظ أو التعليم أو التعاملات في الفقراء
أو حتى إخوة الرب أو أي شيء. طب القلب دوت يتأثر إزاي بيه الناس، والناس تتأثر إزاي بيه؟ إيه رأيكو؟ ما تيجي نعمل تجربة بسيطة كده، ونجيب إناء كبير زي اللي انتوا شايفينه ده، ونملاه بالمية، ونجيب 3 كوبايات إزاز، ونحاول نحط كوبايات الإزاز الفاضيين دول جنب بعض، ونحاول إن احنا نخبط كل واحدة بالتانية وهم فاضيين. طبعا الإناء المليان مية دوت ده إناء كبير هيعبر عن وجود الله في حياتنا. الكوبايات اللي فاضية ديت هي كل شخص فينا، أو قلب كل شخص فينا. لما يكون القلب يا حبيبي أعزائي فاضي من محبة ربنا، فاضي من نعمة ربنا، المسيح مش مال القلب بالإيمان، فالإنسان لسه مش متصور إلى صورة الله، بيصبح القلب فاضي فبيملاه هوى، أو بيملاه حاجة تانية، زي ما المسيح قال في المثل اللي قالهولنا لما قال إذا تسلح القوي محدش يقدر ينهب أمتعته، لكن لو جه واحد وربطه وخد الأمتعة بتاعته فبيكرشه، كان بيتكلم على الشيطان. وبعد شوية لو الروح النجس خرج من إنسان زي ما بنعمل في المعمودية، وترك قلب الإنسان وراح يلف ورجع يشوف البيت القديم اللي كان ساكن فيه لقاه فاضي، هيدخل ويسكن ويجيب معاه 7 أرواح أشر منه. يعني القلب يا إما يتملى بربنا يا إما يتملى بالشيطان. أنا بقول لك ليحل المسيح بالإيمان جوه قلبك. طب لو المسيح محلش هتبقى قلبك مليان شيطان، أو مش مليان حاجة خالص حتى. هتكون النتيجة إيه؟ تعال نمسك كوبايتين مع بعض فاضيين ونخبطهم في بعض، هتلاقي الكوبايتين دول سهل يتكسروا، وهتلاقي الكوبايتين دول يعملوا صوت عالي أوي 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 أوي، وهتلاقي الكوبايتين دول سهل يتزقوا على بعض عشان هما فاضيين. إيه ده؟ ده لما يكون في عندنا 2، يعني سامحوني، قلبهم فاضي من محبة ربنا، قربهم لبعض هتلاقي سهل ان هما يشتبكوا مع بعض، وهتلاقي سهل ان هما كلمة تعمل صوت عالي خالص خالص وضجة ورنين، وهتلاقي ان كل قلب منهم سهل انه يتكسر لما التاني يهينه او التاني يزعله. وده القلب اللي فاضي من محبة ربنا، حتى وان كان يبدو انه له اعمال كتيرة في الكنيسة او في الخدمة. تعال خد الكوباية ديت وحطها جوه الإناء الكبير اللي مليان مية، خد كوباية تانية وحطها جوه الإناء الكبير اللي مليان مية، هتلاقي الكوباية نفسها بتتملى مية. طب تعالى اخبط الاتنين في بعض، هتلاقي أصلا عشان يتخبطوا مش سهل، وهتلاقي لما بيخبطوا في بعض الصوت مكتوم ومش عالي، وهتلاقي أصلا إن وزنهم تقل ومبقاش سهل إن هما يقعوا. ايه ده؟ ده القلب عزيزي لما تحطه جوه محبة الله ونعمته، عشان نعمة ربنا تحل فيه وتملاه. القلب دوت بيبقى تقيل، يعني بيبقى له وزن وكيان، يبقى له كده يعني كياسة، يبقى له تقل، مش أي حاجة توقعه. طب تعالى كده قرب منه كوباية تانية أو قلب تاني وحاول تخليهم يخبطوا بعض، اهو القلب التاني لما يقرب سهل ان هو يقرب، بس صعب ان هو يخبط. وحتى لو خبطوا في بعض تلاقي الصوت مكتوم او الصوت واطي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه حتى الانسان اللي قلبه مليان بمحبة ربنا لما يحتك بغيره، هذا الانسان بتلاقي انه حتى مفيش زعاق، مفيش نرفزة، مفيش صوت عالي، حتى في لو في عتاب لكن ما يكونش فيه خصام. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، فتبتدوا تتعاملوا مع بعض في محبة المسيح وعمقه، في رقي وارتفاع، فتلاقي ربنا يسوع المسيح أصبح هو المتصور في حياتك، وكل الناس اللي حواليك يروا فيك شخص المسيح. ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين. أتمنى لو في حد فيكم عنده أي أسئلة يبعتها للأخ أيمن عماد، وهو هيوصل الأسئلة ديت ليا، وبنعمة ربنا نجاوب عليها.
وأتمنى يا رب يسوع المسيح أن يكون فعلا ربنا لمس قلوبنا بالإيمان ولمس حياتنا، وأتمنى أنه من خلال تمتعنا بأسرار الكنيسة فعلا الله يملانا بالإيمان، فنبقى عايشين في حب وخضوع وسلام مع الآخرين ومع بعضنا بعض ومع ربنا وفي تعاملاتنا، إلى أن يتصور المسيح في حياتنا. الله يبارككم جميعا، شكرا تاني لأبونا اندراوس، وشكرا لخدام الاجتماع. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جماعتكم.